مشاهدينا حول العالم اسعد الله اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر من خلال شاشات الكرمة ومعا نحو عالم افضل. عالم يتسم بالهدوء والسلام والامان. عالم يخلو من الامراض الجسديه والروحيه والنفسيه. لذلك احبائي معنا في هذا اللقاء الدكتور ماهر قزمان اخصائي الامراض النفسيه واستاذ مساعد الطب النفسي بجامعه لوماليندا كاليفورنيا اهلا وسهلا بيك دكتور ماهر اهلا بيكي مبسوط اكون معاكم ومع اعزائنا المشاهدين بالذات في الايام الغير عاديه اللي احنا بنمر بيها فعلا كل يوم بنسمع عن احداث مثيره ورائعه واكيد ليها تاثير كتير على الناس بس يعني مبسوط نكون اكون معاكم في هذه الفرصه. احنا كمان يا دكتور مبسوطين جدا حضرتك ليس بغريب على شاشات الكرم الربي بيستخدمك في حلقات عديده مسجله او مباشره وبنصلي ان يستخدمك فعلا في هذه الليله معنا بكل وزناتك الرائعه. شكرا. الوزنات الروحيه وايضا الوزنات الطبيه العلميه. احبائي قبل ما نقرب للعياده النفسيه بتاعتنا النهارده وقبل ما نتعرف على التوتر النفسي التابع للصدمات تعالوا مع بعض نيجي كده ونهدى قدام ربنا ونقول يا رب لو محتاجين شفاء الليلادي احنا محتاجين لك اكتر لو محتاجين امور ماديه الاحتياج ليك اقوى تعالوا مع كلمات الترنيمه اللي جايه نقول ونصلي كل كلمة موجودة فيها أرجوكم ترددوها وتتجاوبوا مع المرنم وتقولوا الكلمات بيقين وثقة قولوا رب محتاج أرجع من أرض التعب والعناء من أرض الغربة محتاج أجي وارتاح في حضنك عشان أمارس الحضور الحقيقي ليك علشان أمارس الأبوية الغالية في حضنك في الكلمات الترنيمة يعني اللي أنا فعلا أقدر أقول إنه أبدع كاتب هذه الكلمات في تجميع مجموعه من الحقائق الكتابيه الرائعه عشان يقول فيها امور محتاجه النهارده انا وانت ناخد بيها قرار وننفذها هتلاقي في الترنيمه قرار اعتراف توبه ندم رغبه حقيقيه باقامه علاقه قويه وحقيقيه مع شخص الرب يسوع ثقه ايمان تصديق لقدرات الله اللي يقدر انه يغير ويدي النهارده لكل واحد فينا حياه جديده وخليقه جديده يتولد فيك قلب جديد النهارده بس ارجوك اسمع كلمات الترنيمه صلي كلمات الترنيمه وتجاوب مع دعوه المرنم ليك امين باقي مبسوطه قوي عشان انا عارفه ان كتير من احبائي المشاهدين اتجوا مع الصوت ده ومع كلمات المرنم ومع تشجيع المرنم ومع دعوه المرنم ان احنا نيجي ونصلي الكلمات دي ونرجع فعلا رجوع في قرار مطلق رجوع بلا ارتداد للخلف هرجع خلاص يا رب وهعيش العيشه اللي تليق بيك قبل ما اطلب شفاء نفسي وروحي وشفاء شفاء من الأمور المادية واحتياجات وتسديد احتياجات. أنا هطلب أسمى حاجة. هطلب يكون لي علاقة حقيقية معاك. عشان أنا عارف بعد كده كل ده هيجي. تعالى بثقة وصدق إنه يستطيع كل شيء. إنه النهارده هيديك شفاء. بس مش بس شفاء نفسي وجسدي لكن كمان شفاء روحي. لو أنت كنت خدت فعلاً الموضوع بشكل جدي وصليت الكلمات مع المرنم. أحبائي في الآونة الأخيرة مرت مصرنا الحبيبة بما فيها أهلنا وشعبنا بأمور صعبة أسماها البعض بالولادة العسرة والمخاض الطويل الذي أصفر عن ولادة بداية جديدة وفجر جديد وحرية جديدة الأم يا أحبائي بعد الولادة بتبقى فرحانة عشان بتشوف أمرين الأمر الأول اتمام الولاده الامر الثاني مولود جديد جميل واشراكه جديده جايه على الدنيا لكن ده ما بيمنعش ان الام بتبقى محتاجه لرعايه صحيه وطبيه ده ما يمنعش ان المعاناه اللي هي مرت بيها وقابلتها اثناء الحمل واثناء الولاده تحتاج في الوقت الصعب ده انها تكون تحت رعايه رعايه صحيه ورعايه نفسيه النهارده حبايبي هنتكلم عن التوتر النفسي المتابع للصدمات واحنا في الوقت اللي فات مش بس الشعب المصري الشعب المصري تالم وتوتر وت... يعني تردد صدى المه في العالم كله الكل اتوجع وتالم واهتم وشارك تعالوا في البدايه نتعرف على التوتر ويا ترى التوتر ليه اسباب يا ترى ليه انواع؟ يا ترى في طرق للتعامل معاه؟ يا ترى في علاج علاج دوائي وعلاج نفسي وعلاج روحي؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من الدكتور ماهر. دكتور ماهر حضرتك بتشوف انه في احداث بيكون ليها تاثير سلبي فعلا على الناس اللي بتتعرض ليها؟ من غير شك يعني في احداث كثيره بتحصل حوالينا الاحداث اللي حصلت مؤخرا في مصر وفي الشرق الاوسط كلها احداث مثيره جدا وانا متاكد ان كان ليها تاثير كتير على علينا هنا وعلى طبعا بالذات على الناس في مصر وعلى كل اللي كانوا بيمروا بيها وكنا كلنا بنراقب الاحداث يوم بيوم وساعه بساعه بنحاول نعرف ايه اللي هيحصل والناس عايشه ازاي وبتتصرف ازاي وبتتعامل ازاي مع الامور فالاحداث بصفه عامه بيبقى ليها تاثير، قد يكون ليها تاثير سلبي، قد يكون ليها تاثير ايجابي، بس الاحداث اللي هي بيبقى ليها تاثير سلبي دايما بتبقى احداث عنيفه، بيبقى ليها أحد... بيبقى ليها وقع شديد جدا على نفس الانسان. لكن حضرتك بتشوفي يا دكتور انه في فرق بين الصدمه والحدث؟ وهل الناس يعني ايه مقدار آه يعني التاثير اللي بيقع على الانسان من حدث ممكن يمر مرور عابر ما بين صدمة ممكن تكون فعلا بتعمل رد فعل صعب جواه الحدث اللي بيبقى ليه تأثير سلبي بيبقى حدث دايما حدث يعني غير معتاد مش مماثل لأي أحداث بيمر بيها الشخص في, في, في أيامه العادية فدايما لو بنتكلم عن توتر النفس اللي بينتج عن أحداث صعبة وبالانجليزي بنسميه post traumatic stress disorder ده بيبقى نتيجه زي صدمه شديده جدا بيتعرض ليها الانسان. واحنا ممكن ناخد مثال اللي حصل في مصر ان هو كان كان يعني مفاجاه وصدمه للكثيرين. طبعا ليها اثار ايجابيه جدا لكن طبعا في امور كتير شفناها اثناء الـ المظاهرات واثناء المسيرات المختلفه إذا كان في ناس بتضرب إذا كان في ناس بت 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 بتتخبط بيسيل دمها في ناس كمان ماتت ده مثال للاحداث اللي هي العنيفه جدا اللي ممكن الشخص يتعرض ليها في كمان في ايامنا العاديه في حياتنا بنمر باحداث صعبه كثيره يعني لو لو شفنا حس بتحصل قدامنا لو في شخص كان شاهد لشخص بيموت بالذات لو كان الشخص ده عزيز عليه دي كلها بتعتبر احداث صعبه جدا وليها تاثير عميق جدا وقد يكون فعلا ليها تاثير سلبي عشان كده الحدث اللي هو شديد جدا او بيكون زي بمثابه صدمه للانسان هو دايما حدث بيهدد حياته او بيحس فيه ان هو يعني بيتعرض لاصابه شديده جدا او بيحس بتهديد لحياته او لحياه اللي حواليه ومع تعرضه لهذا الحدث يصاب بحاله من الخوف الشديد والهلع والاحساس بعدم السيطره وده بالتالي ممكن يؤدي الى التوتر نفسي شديد جدا بيعاني منه الشخص دكتور لكن هل هناك فئات من الناس هي اكثر تعرض للاصابه بالتوتر النفسي عن غيرهم؟ أه لو بصينا على نسبة الناس اللي ممكن يتعرضوا لاحداث مؤلمة الابحاث اللي هي اللي هي ممكن تؤدي الى توتر نفسي في أه في أه دراسات بتقول ان هو أه حوالي 60% من الرجال ممكن يتعرضوا لهذه الصدمات وحوالي 57% من السيدات بيتعرضوا لصدمات ممكن تؤدي الى التوتر الشديد اللي احنا اتكلمنا عنه ده في دراسه تانية بتقول لنا انه حوالي يمكن 90% من الناس بيتعرضوا لازمات او صدمات ممكن يكون ليها تاثير شديد جدا عليهم لكن ايه اللي يخلي شخص يتاثر بصوره جامده عن شخص تاني طبعا ده بيرجع لعوامل مختلفه منها السن منها زي ما قلنا ان في فرق ما بين الرجال والسيدات برغم ان الرجال ممكن يتعرضوا اكثر للصدمات لكن السيدات ممكن يتع... ونساء بيعانوا اكثر من نتائج هذه الصدمات فبنلاقي ان هو نسبه حدوث اللي هو التوتر النفسي التابع الصدمات في السيدات ضعف نسبه حدوثه في الرجاله الاطفال او الحديث السن بيبقوا عندهم قابليه أكتر ان هم يحصل عندهم توتر نفسي عن الكبار الاشخاص اللي هم ممكن يكونوا اتعرضوا لازمات نفسيه سابقه ممكن يكونوا عرضه أكتر لان هم يتكون عندهم توتر نفسي شديد نتيجه ازمات تانية يتعرضوا ليها لكن يا دكتور نقدر نعرف ايه هي انواع الصدمات اللي فعلا بيبقى ليها تاثير شديد تؤدي يعني الى فعلا توتر نفسي تباعا للحدث احنا لما احنا ليها شويه لما اتكلمنا عن الاحداث اللي بتحصل في مصر لكن في نوعين من الصدمات في اللي هي الصدمات اللي هي تتسم بالعنف العدائي ودي بنشوفها في مثلا وقت الحروب الـ الـ لما شخص بي بي بيتعرض آه بيخش حرب وبيخش في فعلا مواجهه مع آه مع في جيشه مع جيش تاني وازاي وازاي بيبقى آه بيشوفوا الاحداث المهلعه الهليعه والمخيفه جدا اللي بيتعرضوا لها آه ممكن تكون فعلا حياته في, في 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 حاله خطر شديد الشخص اللي هو ممكن بيعتدى عليه عشان مثلا آه حد عايز يسلب منه شيء فمثلا بيضرب او يعني او بيتعرض لتهديد لحياته لما لما نشوف مثلا في ناس بيهجموا على بيت علشان يسرقوه ويهددوا حياه الناس اللي فيه ده مثال برضو للصدمه بتتمثل بالعنف العدائي الاغتصاب الجنسي والايذاء الجنسي بكل انواعه سواء للبنات او للاولاد آه الإزاء الجسدي اللي بيتعرض ليه الأطفال ده برضو آه مثل من أمثلة العنف العدائي اللي ممكن يتعرض له ويسبب صدمة شديدة جدا النوع الثاني من الصدمات هو العنف اللي بيحصل يعني accidentally آه بسبب حوادث يعني مثلا زي حادثة عربية آه الطفل بيشوف مثلا مامته أو باباه آه بيصاب بازمه قلبيه وبيسقط قدامه مثلا آه آه الكوارث المختلفه الزلازل الـ الفيضانات الـ آه الـ الحرايه اللي بتحصل وبتؤدي الى فقدان لـ 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 لبيوت لـ لـ لمباني لكن كمان فقدان لنفوس كمان آه ممكن تكون نفوس الشخص بيشوف انه شخص عزيز عليه بيحصل له إصابة شديدة أو بيموت قصاده زي ما قلنا فكل دي أحداث يعني أو صدمات ممكن تؤدي إلى توتر النفس الشديد لكن دكتور حضرتك أشرت لأنه في تفاوت في نسبة الإصابة ما بين النساء والرجال يا ترى ده راجع طبعا ممكن يرجع كتير لانه السيدات او النساء بصفه عامه بي او يعني بي بيستقبلوا الاحداث بطريقه مختلفه عن الرجال يعني الرجال دايما بيبصوا الاحداث بيحاولوا يقيموا الامور باذهانهم وبيحاولوا يفكروا بطريقه يعني يعني اكثر يستقبلوا الامور باذهانهم لكن البنات والسيدات بيستقبلوا الامور دايما بمشاعرهم آه بيبصوا بغريزتهم بطبيعتهم وعندهم قابليه ان هم ينفعلوا اكثر الأحداث اللي حواليها، طبعا الرجال بطبيعتهم بيميلوا ان هم ما يعبروش عن مشاعرهم آه لكن السيدات بيميلوا لهذا لهذا الامر. الـ الـ البنات والسيدات هم بطبيعتهم حاجه مهمه عندهم ان هم الاحساس بالامان، دي حاجه يعني رئيسيه احتياج رئيسي بالنسبة للرجالة الاحتياج الرئيسي للرجل, للرجل, هو الإحساس بأهميته أو الإحساس بفايدته هو في اللي حواليه عشان كده بنلاقي أنه هو لما بيحصل حدث شديد جدا كل منهم بيفسر الحدث أو بيستقبله بطريقة مختلفة خالص عن عن الآخر الرجل بيفكر إزاي هيحمي أسرته إزاي اللي محتاج يعمله علشان يمنع يعني يمنع الخطر عن عن زوجته وعن, 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 وعن ابنائه. وشفنا كتير سمعنا عن احداث في مصر زي انه مثلا كتير قوي من الرجال وابنائهم الاولاد كانوا بينزلوا يحموا بيوتهم وكل ما ليهم مع جيرانهم. البنات دايما بيبقى في الاحساس ان هو احساس خوف عليهم ان هم يحصل لهم حاجه. وبالتالي طبعا لو 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 هم عندهم احساس ان هم يعني آه بالهابلسنس او ان هم مش قادرين يعني ياخدوا دور ان هم يحموا آه آه اللي بيحصل يعني يعني يحموا نفسهم ده بيخليهم يحسوا اكتر ان هم يعني فاقدين السيطره على اللي بيحصل حواليهم كمان حضرتك ذكرت انه الاطفال برضو اكثر عرضه للتوتر النفسي هل حضرتك بتشوف انه احيانا وبدون قصد بيتصرف الاهل قدام الاولاد تصرفات ربما نتائجها بتدوم وبتسبب صدمات او توتر نفسي ما بيدركهوش الاهل؟ ايه رايك يا دكتور؟ الاطفال اللي بيشوفوا والديهم مثلا بيثوروا وبيهيجوا بسهوله جدا او بيشوفوا انه باباهم ومامتهم بيبتدوا يزعقوا في بعض وينفعلوا ويشتموا في بعض او كمان ممكن يصل الى حد الخلاف لحد ما هم ممكن يهددوا بعض كل ده ممكن يهز احساسهم بالامان وبالتالي يحسسهم انه دايما يبقوا في حاله من الخوف والقلق اللي مش عارفين هيبقى ايه حله او ايه نهايته يعني الطفل اللي بيتعرض لايذاء مباشر من الاب او الام ده طبعا بيخليه يحس بعدم الامان الشديد كمان بيحس بال... بانه ما يقدرش يثق في 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 مامته في... 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 ما يقدرش يثق في باباه المفروض الدول هم يوفروا له الاحساس بالامان لكن في نفس الوقت هم ال... هم اللي بي... بي... بيأذوه وبيخلوه يحس ان هو يعني ملوش قيمه بسبب طريقه تصرفاتهم معاه الطفل كمان لما بيشوف الاب والام بينفعلوا لامور بتحصل حواليهم، يعني مثلا لو الـ الـ الام سمعت ان الاب متاخر في الشغل وعماله بقى تجيب وتودي وتقول يا خرابي هو حصل له حاجه ده ما اتكلمش ما, ما, ما عملش ده بيدي الانطباع للطفل ان هو فعلا في حاجه سيئه جدا ممكن تكون حصلت للاب او ممكن تحصل للاب وده بيخلي الاحساس بالقلق اللي هي الام بتحس بيه يتنقل للطفل نفسه. طيب ايه رايك يا دكتور في صدمه الطفل اللي بيتعرض ل يعني لضرب او بينهال عليه الام او الاب بضرب مفاجئ يعني ممكن يتضرب بالالم فجاه ممكن يضربوه ضرب مبرح وزي ما قلت حضرتك انه اذا مصدر الامان يعني انعدم فهيبقى ايه ازاي النهارده ده برده من الامور الصعبه اللي ممكن تكون بتحفر في نفسه أمور يمكن يجنيها بعد أربعين سنة وهو في بيته وهو ليه أولاد الطفل اللي بيتعرض لإيذاء من 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 والديه يعني في أبحاث كتيرة بينت إن هو بيكون أكثر عرضة إن هو يكرر الإيذاء لأولاده برغم إن هو كتير من الأبناء اللي بيتعرضوا للإيذاء ما بيقعوش في هذه الدائره لكن البعض منهم بيستمر بيكرر نفس الدائره بالذات لو ما تعاملش مع المشاعر المختلفه اللي اختبرها نتيجه الاذى اللي تعرض ليه. ممكن يكون الابن والابنه بيقول انا لما اكبر لما يكون عندي عيلتي يكون عندي اولادي انا مش ممكن اتصرف معاهم بالصوره اللي بابا اتصرف بيها معايا او ماما صرف بيها معايا. لكن في لحظه غضب في لحظه انفعال شديد ممكن يكون بيلاقي نفسه بيخرج عن 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 وعيه او بيخرج عن السيطره عن مشاعره وبيلاقي نفسه بيتصرف بنفس الصوره أه بطريقه يعني أه غير غير مقصوده وده ممكن يكون نتيجه أنه هو أه في مشاعر داخليه جواه نتيجه اللي هو تعرض له هو لم يتعامل معها ولم يحدث لها علاج أه لحد ما كبر طيب يا دكتور لكن إذا كانت الصدمة جاية من برّا إطار البيت. في المدرسة، أه. في الطريق إيه رأيك يا دكتور؟ طبعا الصدمة من 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 شخص غريب عن عن الطفل ما ليها التأثير السلبي الشديد زي ما يكون جاية على 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 إيدين شخص قريب منه على شخص المفروض إن هو بيثق فيه او شخص المفروض ان هو من اقرب الناس ليه لكن برضه ممكن يكون ليها تاثير سلبي جدا نسمع عن البنات اللي بيتعرضوا للاغتصاب الجنسي مثلا او الإزاء الجنسي على على يدين مدرس على يد على يدين مدرب على يدين قريب او جار الإيذاء بصفه عامه بيؤدي الى احساس للطفله والطفله إنه آه ملهوش قيمة إنه آه بي إنه كمان بيحط فيه الإحساس أنه هو آه ممكن يكون هو عمل حاجة جلبت هذا الإزاء ليه وبيحس بالذنب وبيحس بال آه وبيخاف كمان بيبقى في في حالة خوف أنه هو يقول لأي حد عن اللي بيحصل له علشان خايف إن هو يلام على اللي تعرض له آه وبيحس بالمشانة الشديدة جدا نتيجة الإزاء أو الإختصاب اللي تعرض له. بنسمع عن أطفال في المدارس بيتضربوا من 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 أطفال أكبر منهم بنسميهم البوليز اللي هم بولي أذر كيدز اللي هم يعني البلطجية اللي هم بي 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 بيفرضوا زي مشيئتهم على الأطفال التانيين بالعنف وياخدوا مصروفهم وياخدوا أكلهم وكده هو. الطفل اللي بيتعرض للأمور دي بيبقى مكسوف إن هو يروح يقول بابا ومامته أنا أنا اتضربت ان هو الرساله اللي ممكن ياخد ما ياخدها من من بابا موطن ان هو اللي ضربك اضربه خد حقك خد حقك بايدك لكن هو عنده خوف شديد وهو ما تعودش ان هو يتعامل مع الناس بالطريقه العنيفه دي وبالتالي بيحس أنه هو كانه ملوش مخرج مشكلة كده مهمه قوي كاباء وامهات ان احنا نكون حساسين جدا لابنائنا بالذات لو لو لاحظنا ان في تغيير حصل في سلوكهم في تصرفاتهم في تعاملهم مع الامور اللي حواليها طيب يا دكتور ماذا عن الحوادث؟ صدمات يعني تنتج او توتر نفسي ينتج عن الحوادث، حوادث العربيات آه. اللي بتحصل معانا او اللي احنا على الفري واي معديين نلاقي عربيه مثلا معجونه حادثه، ايه راي حضرتك؟ برضو ممكن يكون ليها برضو تأثير شديد جدا على الشخص اللي هو بيتعرض لها بالذات لو شاف الحادثة وشاف انه فعلا في شخص نتيجة الحادثة دي فقد حياته او اصاب باصابة شديدة جدا ممكن نتيجة الحوادث ممكن يشوف شخص بيتقطع ايده بيتقطع رجله بتتكسر راسه الحاجات دي بتترك اثر عميق جدا ونلاقي ان الشخص بعد كده هو اللي هو سرفايفد الحادثه اللي هو محصلوش ولا حاجه من الحادثه بيحس بالذنب كمان طب طب انا كنت انا كنت في العربيه معاهم اشمعنى هم اللي اتاذوا وانا وانا ما جراليش ولا حاجه يبقى في عنده احساس من من الذنب بيسميه سرفايفرز جيلت ان هو يعني يعني ما يستحقش ان هو يعني يكون هو سليم و... واصحابه او اخواته يكون جرى لهم حاجه او حد منهم فعلا مات. فطبعا هذا الشخص بيحتاج طبعا لان هو لما يبتدي بنلاقيهم ممكن يكون يجي لهم احلام مزعجه بالليل ممكن يكون ممكن باستمرار بيفتكروا اللي حصل واحساسهم و و باللي بيحصل حواليهم بيقل ان هم مش يعني بيحاولوا ان هم ما يفتكروش اي حاجه ريليتد للحصل اللي اتعرضوا لها وبيأثر كل دواء على على زي ميولهم على اهتمامهم اهتمامهم بالامور اللي كانوا بيهتموا بيها بيفقدوا الرغبه في ان هم يمارسوا حياتهم بطريقه بصوره طبيعيه وبيحسوا فعلا كانه كانوا هما زي مش يحسوا بحاجه حواليهم كانهم يعني في زي شل او يعني صدفه بتغطيهم ومش خلاهم مش, مش مش بتخليهم يحسوا باللي بيحصل حواليهم يعني مش عارفه اقول ايه دكتور طيب امال لو احنا دلوقتي قدام المواقف اللي ذكرناها وحصلت في مصر يعني واحد وشاف جنبه واحد بيضرب بالرصاص ام عرفت ان ابنها في المظاهره ورجع ميت واحد شال واحد مليان دم أه الحاجات دي ازاي هيكون ليها رد فعل وهيكون يعني نتيجتها ايه من توتر نفسي عشان كده محتاجين حضرتك تقول لنا ايه اعراض بقى التوتر النفسي اللي بيصاحب يعني ما بعد الصدمه ويا ترى يا دكتور الاعراض دي بتبان مباشره بعد الصدمه ولا بعد وقت في نوعين من التوتر النفسي اللي بيحصل بعد الصدمه، في توتر نفسي حاد وده بيحصل في خلال يومين من من التعرض للصدمه او الحدث المريع اللي الشخص اختبره او شافه. او في خلال ممكن يستمر لمده على الاقل مثلا ثلاث او اربع اسابيع بالكثير. وفي هذه الفتره الشخص بيشعر يعني نتيجة الصدمة اللي أخذها ونتيجة التجربة اللي دخل فيها ممكن تجيله أحلام مزعجة ممكن يحس أنه هو مش هو اللي عايش إنه كأنه في حد تاني في جسمه وهو مش موجود في جسمه أو بيحس إن الشخص التاني هو هو اللي بيتصرف وبيتعامل مع الأمور اللي حواليه بس هو مش مش قادر يتلامس بطريقة مباشره مع مع اللي بيحصل حواليه بيبتدي بتجيله ميموريز او ذكريات للحدث او الاجزاء من الحدث لكن ممكن يكون في نفس الوقت ما يتذكر كل اللي حصل وقت الحدث يبقى بس في حاجات محدده من الحدث هي اللي, اللي رسخت في ذهنه لكن مش قادر يفتكر ايه ايه تاني حصل حصل ايه قبلها وحصل ايه بعديها وكده هو بنلاقيه كمان بيحاول يتجنب ال ال اي حاجه تفكره بهذا الحدث اذا كان ريحه اذا كان منظر معين اذا كان مكان معين المكان اللي حصل فيه الحدث بيحاول يتجنبه وما يروحش حواليه لو كان هو ده المكان اللي هو دايما في سكته مثلا للشغل او سكته للمدرسه هيحاول ياخد يعني زي ديتورز او ياخد يعني طريق مختلف تماما علشان يتجنب ان هو يعدي على نفس المكان اللي حصل فيه الحادث المفزع ده لو ما حصلوش السيمبتومز دي او الاعراض دي بعديها على طول ممكن تحصل ستيل في خلال ثلاث شهور لكن لكن زي ممكن تحصل ديليت بيبقى في نسميه ديليت ريسبونس ممكن يحصل, ممكن يحصل بعديها ب... بأيام وكسر بعديها بأسابيع أو شهور ال uh, post traumatic stress disorder نفسه uh, دايما تبقى أعراضه بتستمر أكتر من أربع أسابيع ممكن تقعد ل... من أربع أسابيع تستمر ممكن تستمر ثلاث شهور أو تستمر أكتر ممكن تقعد 12 شهر ممكن تقعد سنة كاملة uh, أو أكتر من كده هو حوالي نص حالات اللي هم بيعانوا من مرض التوتر النفسي التابع للصدمات بيخفوا او بيقل حد التوتر النفسي ده في خلال ثلاث شهور لكن نسبه كبيره تانية بتستمر تعاني من التوتر النفسي مع ان هو الذكريات المتكرره ومع احساسهم بان هم عايزين يتجنبوا اي حاجه تفكرهم بيها بنلاقي كمان ان عندهم زي حساسية زايدة جدا للصوت حساسية لل... لل... لأي حاجة تحصل حواليهم فممكن بيكونوا ينفعلوا بصورة زايدة جدا عن الزوم لحاجات بسيطة قوي تحصل حواليهم نتيجة أنه هو حصل زي إثارة للجهاز العصبي التلقائي فيهم أه قبل ما نتنقل للسؤال الثاني حبايبي احب اقول لكم انه هتبدا تتفتح خطوط التليفونات وبنستقبل كل استشاراتكم كل مشاركاتكم كل امر حابين تتكلموا فيه يمس الامور النفسيه أه دكتور يا ترى أه هل هناك بعض الامور اللي ليها دور او تلعب دور في زياده او حده التوتر طبعا أه مدى قرب الشخص لل للشخص اللي بيأذيه دي دي ممكن بت بيبقى ليها تاثير على على شده وقع الصدمه اللي بيتعرض ليها الشخص لو الشخص زي ما قلنا تعرض لازمات قبل كده هو ده بيخليه عرضه اكتر ان هو ينفعل بطريقه شديده لازمات تليها بعد كده هو في كمان لو 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 الشخص بي بيستخدم مثلا مكيفات او 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 كحوليات ده برضه تاثير لانه كتير قوي من بيتعرضوا لتوتر نفسي بيلجاوا لاي حاجه تهديهم اي حاجه تساعدهم ان هم ما ما يحسوش بالذكريات او بالحادث اللي حصل دوت بيحاولوا ينسوه بصوره او باخرى فممكن يلجأوا للكحوليات ممكن يلجأوا لمكيفات علشان يتعاملوا مع الأحداث الصعبة اللي تعرضوا لها لو الشخص كان عنده هو مرض نفسي أو عنده مثلا مصاب بالقلق قبل ما يحصل أي أي حدث شديد أو اكتئاب ممكن الحدث ده يؤدي إلى زيادة الاكتئاب وزيادة القلق وحدوث توتر نفسي شديد مع الشخص ده. لو الشخص ما عندوش هو قلق نفسي لكن في تاريخ عائلي في العائله ان الشخص عنده مرض نفسي ده ممكن يكون الشخص اللي هو ما عندوش مرض نفسي لكن تعرض لحادث صعب او صدمه شديده ممكن يصاب بالتوتر النفسي الشديد. طيب يا دكتور لكن حاله التوتر اللي بتصاحب الصدمه او بعد الصدمه تستمر قد ايه؟ يعني ايه مدى استمرار الحاله؟ هل بتختفي؟ هل يعني بتتفاوت ما بين صدمة وصدمة طبعا حسب شدة الصدمة وحسب نوع الصدمة أيه كمان حسب لو هي صدمة متكررة ولا حصلت مرة واحدة وخلصت يعني مثلا الجنود أو العساكر اللي هم بيتعرضوا لأنهم يشاهدوا ويخشوا يعني مواقف عنيفة جدا و وعراق وحياتهم بتبقى مهدده طول الوقت ممكن نتيجه ان هم بيشوفوا احداث فظيعه وصعبه جدا ويشوفوا اقرانهم بيسقطوا سواء كجرحى او كقتلى وكده هو ده بيخليهم ان هم يبقى عرضه اكتر ان هم يصابوا بالتوتر النفسي لو بصينا على ايه نسبه حدوث التوتر النفسي بالنسبه لهم بيتعرضوا لاحداث صعبه بنلاقيها ان هي بصفه عامه تتراوح ما بين 8 ل 9% لكن والنسبه دي في يعني مثلا في الستات بنلاقيها مثلا 12% في الرجاله ممكن تكون 6% لان هم بيبقى الضعف نسبه حدوث الصدمات او التوتر النفسي في في العساكر اللي بيخشوا حروب آه لما عملوا احصائيه وسط اللي هم الفيترنز هنا هو في امريكا اللي هم آه بيرجعوا من الحروب المختلفه ليه ان هو نسبه 20% منهم بيصابوا بالتوتر النفسي. لكن نقدر نقول يا دكتور بيزول التوتر النفسي بزوال السبب مثلا يعني يعني خلينا نقولها بشكل عملي آه احيانا لو لمسنا نقطه في العلاقات الخيانات الزوجيه مثلا احدى الاخوات يعني كانت كل مشكلتها وهي بتشارك هي مش قادره تطلق غفران هل بتشوف ان عدم يعني اطلاق غفران او عدم تقديم الغفران للطرف الاخر ده معناه انه مازال المرض موجود وتاثير الصدمه موجود والتوتر النفسي مازال موجود ولا بيزول بزوال يعني الموقف اذا هذا الشخص جه واعتذر ويعني وابدى ان هو جديته في عدم العوده لمثل هذه الامور. ليه بيظل الامر جوه الشخص ومش قادر ان هو يقدم لا سماح ولا غفران لهذا الشخص اللي اساء هل التوتر النفسي عامل في الامور دي؟ آه بغض النظر عن الشخص قادر يغفر او ما يغفرش التوتر النفسي هو زي رد فعل نفس الإنسان وجسده للصدمة اختبارها وتعرض ليها السؤال هو هل 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 بيخف ولا هل ممكن يخف وايه علاقه انه ممكن إن, ان الشخص فعلا يبقى يخف تماما من التوتر النفسي دوت أه استاذنك يا دكتور في الاجابه بس ناخد مكالمه من مصر لان ما بيقدروش يستنوا على الخطوط. أخوي عريان اهلا وسهلا بيك. آه ربنا يبارككم انتم آه هايلين جدا جدا ان كل فقره بتقدموها بالروح القدس، انا مش بقول كده عشان بكمل في المك... آه في القناه، لكن حقيقه كل سيدي في المسيح ربنا يحفظكم، ربنا يحفظكم. شكرا آه ليك. آه موضوع الحلقه رائع جدا وانا عاوز اشارك بحاجه واقعيه حصلت عندنا هنا في الزاويه الحمراء بالقاهره. اتفضل يا يعني. عريان اتفضل بنت وحيده كانت المفروض تتجوز الايام اللي جايه في الاحداث تحت المظاهرات اللي فاتت دي ماتت يااااااااا في رقبتها وقدام امها وقعت كان ساعتها بينزل بيلم في المصابين تحت وكده ولما طلع لقى بنته مضروبه بالنار عاوز اقول لكم احنا رحنا عشان نشجع الاب وانا كان وانا طالع له رجلي بتطلع ورجلي بتنزل ازاي اروح اقول له ايه؟ اشجعه ايه؟ ما كنتش عارف اقول ايه. لكن مجرد ما دخلت لقيت الشخص لسه هتكلم قال لي يا عيال ما تقولش اي حاجه. انا لولا ايد شخص الرب يسوع اللي سندتني واللي حمتني انا بغفر وبدي غفران لكل شخص كان بيسبب تسبب المشكله بتاعت بنتي او طلق بنتي. آه وقال الكلمات دي انا بغفر لهم مش من عندي انا, أنا مش عارف بقول كده ازاي لكن قال كده الكلمات الرائعه جدا ومش بنساها قال انا محبه المسيح اللي جواني اللي جوايا هي لا. اللي ادتني المساحه ان انا اغفر اللي حواليا. انا قال الكلمات دي قال انا آه العذراء جات لي وزارتني وجابت لي بنتي وقالت لي بنتي معايا. الكلمات دي والحاجات دي قد ايه انتوا يعني دي خلت الواحد شعر حضور ربنا حضور ربنا زي ما كان بولس في وسط الاضطهادات في وسط الالم وفي وسط الالم كان كده بيقول كده استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني لو لحد ربنا كنا هنفشل والله لا يعطي روح الفشل بروح القوه ربنا بارككم من اجل الحاجات الحلوه اللي بتقدموها قناه الصرمه والبرامج قناة الاخرى كمان ربنا يحفظها اسم المسيح شكرا ليك امين امين يا عريان شكرا جدا لاتصالك وللحدث الواقعي اللي شاركت بيه ويعني ازاي ابرزته ازاي لمعت انه الانسان يقدر يطلق غفران لما بيكون عنده قوه اللي غفر لكثيرين من قبل انا بشكرك جدا علشان نبرت على الجزئيه دي لكن كمان يا دكتور موقف واقعي اب بيشوف بنته بتتضرب بالنار وتقع قدامه النهارده يعني تقول له ايه والله طبعا واضح ان هو لولا تدخل الهي أه و و ولمست يد الرب لنفس هذا هذا الاب ما كانش قدر ان هو يغفر أه أه للي هم قتلوا بنته لكن في خطوه قبل الغفران مهمه جدا هو انه لان اوقات كتير اللي بيتعرضوا للصدمات العنيفه دي جدا اوقات كتير بيكبتوا مشاعرهم، اوقات كتير حتى من غير ما يقصولهم يكبتوا مشاعرهم مش عايزين بيهربوا من مشاعرهم، مش عايزين يتعاملوا مع المشاعر اللي جواهم. لحد ما هو ما بيدركش ان هو في غضب جواه، ما بيدركش ان هو في احتداد، ما بيدركش ان جواه مراره. فلازم لازم نسمح للشخص المتالم، الشخص اللي مجروح انه يعبر عن مشاعره. عشان كده انا كنت يعني لما كنا بنتابع الاخبار عن اللي بيحصل في مصر وناس كانت بتتكلم تقول اللي بيحصل معاهم لما كنت بكلم بكلم اقاربي واصدقائي في مصر واسمع اسمعهم كان نفسي مش بس اسمع بيعملوا ايه كان نفسي اسمع هم حاسين بايه؟ وايه اللي بيمروا بيه؟ لانه ده نفسه يديهم احساس ان هو زي بيعمل فاليديشن او بيدي صلاحيه او يعني آه للمشاعر اللي هم بيمروا بيها لان دي مشاعر يعني آه آه لازم نعطيها يعني مكانها آه احساس بالغضب الاحساس بال 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 آه بالحزن الشديد الاحساس بال بال آه بالكراهيه حتى وان كان دي حاجه مش 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 حاجه تتمشى مع 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 ما الله يدعونا اليه لكن لازم اعترف لازم اقر لازم لازم زي اكنولوج واقر انه فعلا انا جوايا مشاعر بالغضب جوايا مشاعر بالكراهيه تجاه ال تجاه اللي حصل فده مهم جدا بعد كده هو تيجي الخطوه بعد كده هو ان الشخص اللي لما بيبتدي يقدر يعبر عن مشاعره ويبتدي يحكي عن اللي جواه ويعمل زي ما بنقول بروسيسنج للاحداث اللي حصلت طب انا حصل معايا كده هو ليه انا حصل معايا كده بيمر في زي مرحله من 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 الجدال الجدال مع نفسه انا عملت ايه عشان ده يحصل الجدال مع ربنا طب يا رب انا عملت ايه عشان انا انا عشان استاهل اللي يحصل دوت لحد ما بيجي لمرحله ان هو يقبل ان اللي حصل ده هو يعني رغم هو مش قادر يفهمه لكن بيضع ثقته في الله يكون عنده استعداد ساعتها ان هو يطلق كل مشاعره لله ويغفر للشخص اللي اذاه امين امين يا دكتور احبائي خلونا نطلع لفاصل ونرجع لاستكمال ما بدأناه أحبائي مرة ثانية برحب بحضراتكم معنا لاستكمال ما بدأناه والتوتر النفسي التابع للصدمات. دكتور ماهر هل حضرتك بتشوف إن في بعض العوامل اللي بتؤدي لطول فترة التوتر في حاجات بتزود من حدته وفي حاجات بتقلل من حدته؟ إيه رأيك؟ زي ما قلنا انه انه لو الشخص بيتعرض لصدمه متكرره ده طبعا هيزود من شده التوتر النفسي اللي بيختبره وبيحس بيه كمان لو 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 ما كانش عنده فرصه ان هو يتعامل مع مشاعره بالذات لو هو لو ما فيش حد يقدر يحكي معاه ما فيش حد يقدر يشارك معاه مشاعره ما فيش حد يقدر يعني يسمع منه ده ممكن يؤدي إلى طوال المدة أو الفترة اللي بيعاني فيها من التوتر النفسي في حاجة مهمة قوي بيعملوها بعد الكوارث اللي بتحصل مثلا بنسمع مثلا زي ما حصل في بعض المدارس زي في طالب خد رشاش و... 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 وشاط العديد من الطلبة أنه ده بيبقى ليه تأثير يعني سلبي جدا وشديد جدا على بقيه الطلبه حتى اللي هم ما تعرضوش لنفس الخطر. عشان كده بيعملوا حاجه اسمها دي بريفنج ودي بريفنج يعني زي بيحاولوا ان هم يدوا فرصه لكل الموجودين الطلبه ان هم يشاركوا ايه افكارهم وايه مشاعرهم بالنسبه للي حصل. وبالنسبه لل للشخص اللي فقد او الاشخاص اللي فقدوا و... و... وده ب... ده بيخليهم ان هم ممكن يفتكروا حاجات هم ما كانوش فاكرينها ساعه لما الموقف السيء ده حصل وبيساعدهم كمان ان هم يفتكروا ازاي ممكن يكونوا زي السرفايفد او يعني قدروا ان هم يمروا في الحادث ده ويخرجوا منه سلام وده بيديهم مش احساس بال بال, ان هم يعني ما لهمش قيمه او احساس ان هم فاقدين السيطره انهم بيديهم احساس ان هم فعلا ان هم قدروا ان هم يستحملوا شيء صعب جدا وده بيديهم قوه داخليه ما كانوش يعرفوا عنها قبل كده هو ف دي حاجه مهمه جدا لازم الشخص اللي بيتعرض للصدمه او الصدمات ان هو يعطى فرصه ان هو فعلا يتكلم مع اللي حواليه. اوقات كتير مثلا في حاله مثلا الابن اللي بيشوف مثلا او او بيشاهد مثلا باباه بي بي بيسقط قدامه مثلا مريض مثلا او بازمه صدريه كمثال يعني. ان لو ما كانش في فرصه لهذا الابن او الابنه ان هما يتكلموا عن الحدث ويشاركوا عنه مع الام مع الاخوات وده بيبقى صعب قوي على الام والاخوات ان هما كمان بيعانوا من نفس الالم فصعب ان هو يشارك عن هذا الالم اللي في داخله لانه مش عايز كمان يوجع قلب مامته مش عايز يوجع قلب اخواته فبيكتموا عشان كده لازم يبقى في فرصه انه لو قدروا مع بعض ان هما يتكلموا عن مشاعرهم عن اللي حصل او كمان لو في حد خارجي مثلا اخصائي مشوره او معالج نفسي او ممكن يكون راعي الكنيسه او أسيس الكنيسه او 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 كونسلر في المدرسه شخص هو ممكن يكون يحس بالراحه ويقدر يشارك معاه مشاعره تجاه الحدث الفظيع اللي هو اتعرض له. كتير قوي ان العلاج النفسي اللي هم اتعرضوا لازمات صعبه جدا دايما بياخد وقت اطول من مثلا واحد حاسس جاست بقلق نتيجة مثلا أنه بابا مريض مثلا المرض في حد ذاته طبعا بيسبب قلق وسترس لكن لكن هو شايف أن بابا مثلا ممكن يتعالج شايف أنه ممكن يكون إلا لو كان مرض فعلا خطير جدا مثلا لو كان الأب أو الأم مثلا مصاب بالسرطان على سبيل المثال ده ممكن يكون ليه تأثير فعلا صعب على الطفل مهمه قوي انه يعطى الوقت ويعطى الفرصه ان هو يحصل على مساعده ويحصل على علاج ما كانش من اقرب الناس ليه يبقى من شخص بروفيشنال او يعني متخصص في مساعده او في علاج الامراض النفسيه. عشان كده دكتور يمكن كلامك يخلينا نسال سؤال يعني يعقب كلامك على طول، امتى احس ان اللي انا فيه ده توتر عادي؟ وامتى احس ان انا محتاج لاستشاره طبيب؟ وان اللي عندي مش التوتر النفسي الممكن يمر وينتهي. ده ده سؤال مهم جدا و اي شخص بيمر بحدث صعب زي مثلا ايفن حتى لو ما كانش في حد قريب منه وحصل له حاجه مثلا في الاحداث بتاعه مصر لكن شاف على التلفزيون مثلا حد بيحصل له حاجة أو سمع عن حد حصل له حاجة وده أثر عليه أه لما بيبتدي الشخص يعاني من أه أه زي أه باستمرار بيبتدي يفتكر الحدث اللي هو تعرض له أه أو باستمرار بتجيله أه يعني صور للحدث في ذهنه أو بيعاني مثلا من أحلام مزعجة وتستمر لفترة أكتر من شهر من غير من غير انها بتتحسن او غير من غير انها تقل وبتاثر على قدرته ان هو يتعامل مع الناس اللي حواليه تاثر على قدرته ان هو يواصل حياته بصوره طبيعيه انه يواصل دراسته يواصل تركيزه بيقل مش قادر دايما بيحاول يتجنب حاجات او بيحاول يعني مش قادر يسمح لنفسه ان هو يحس بحاجات حواليه يلجا لحاجات اخرى علشان عشان يهرب من مشاعره كل دواء بتبقي مؤشرات بت 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 بتقول لهذا الشخص ان هو يحتاج لمساعده من 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 شخص اخصائي اوقات كتير انه التوتر نفس دواء ممكن يكون من نفسه بيقل لوحده مع الزمن ومع يعني مثلا الشخص اللي بيفقد شخص عزيز عليه دي بتبقى صدمه كبيره يعني نفس فقدان مثلا زوج فقدان زوجه فقدان ابن فقدان ابنه دي في حد ذاتها صدمه آه مش شرط انها هتسبب توتر نفسي مستمر آه لكن بعض الناس ممكن يكونوا فعلا يتكون عندهم توتر نفسي شديد لانه مش بس لانهم متعلقين بهذا الشخص لكن كمان آه مش قادرين يشوفوا انه انه حياتهم ممكن تستمر بدون هذا الشخص ما يكون موجود في حياتهم وبالتالي بيبقى كل تركيزهم على الخسارة اللي هم بيعانوا منها وبيشوفوش اللي, اللي ممكن يحصل في حياتهم بعد كده هو ناس كتير بيفقدوا أشخاص أعزاء ليهم وبيعدوا في فترة الحزن والجريف اللي ليها مراحل مراحل يعني متوقعة وبيقدروا أن هم يتغلبوا على الحزن بتاعهم الحزن ما بيروحش بالكامل يعني لما الشخص بيفقد شخص قريب عليه جدا عمر ما الحزن دوا ب... ب... بينسى هيبقى دايما في زي اثار لهذا الالم واثار هذا الحزن لكن مش مش هيبقى في شده الالم او شده الحزن اللي هي بتعيق هذا الشخص ان هو يفكر ان هو يشعر بناس اخرين ان هو يتعامل مع الحياه من حوله لما لما بت... لما بتستمر هذه الحاله ان هو مش قادر يبقى يعني في الحاله دي طبعا بيحتاج لمساعده واضحه لكن حضرتك يا دكتور ذكرت في كلامك عدم النوم او تعرض الشخص لكوابيس او تعرض الشخص يعني حاجات مزعجه اثناء النوم ممكن اقول انه هذا الشخص يعني عنده مرض نفسي أو هذا الشخص نتيجة تعرضه للظروف دي وصل لمرحلة إنه هو مش قادر ينام فده خلاه أكتر متوتر نفسي ولا بزوال السبب وزوال الكوابيس هينتهي الأمر وإن اشتد المنظر ده مع حد مش قادر ينام ولما بينام بيشوف حاجات مخيفة ايه اللي المفروض يعمله؟ هل ياخد الموضوع من أوله يتحرك ولا يستنى ربما الأمور تختفي مع الوقت؟ طالما في اعراض متكرره وبتؤثر على قدره الشخص على النوم قدرته او رغبته في أنه هو يواصل الحياه بـ 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 يعني بالصوره واضحه لازم لازم نوجهه أنه هو يحصل على مساعده والعلاج اللي ممكن يحصل عليه الشخص مش بس علاج نفسي يعني علاج نفسي عن طريق المشوره النفسيه آه ده جزء من العلاج لكن كمان في كمان آه علاج دوائي لانه التوتر النفسي هو بيعتبر حاله مرضيه لو التوتر النفسي الشديد ده ناتج عن الصدمات بتعتبر حاله مرضيه الشخص مش قادر ينام الشخص مش قادر ممكن يكون آه بيفقد الشهيه بتاعته آه ممكن يصاب باكتئاب شديد جدا نتيجه اللي حصل ممكن يكون بتجيله آه افكار و... آه آه ان هو عايز يموت ويرغب يرغب ان هو يعني يحصل الشخص اللي هو فقده او الاشخاص اللي هم فقدهم فدي حاله مرضيه يحتاج فعلا الشخص لعلاج مكثف في هذه الفرصه بتشمل علاج دوائي بتشمل علاج كان اوف لايك نفسي وطبعا في علاج روحي طبعا الكتاب بيقدمه لنا آه من خلال كلمة الله نفسه لأنه هو الله هو آه آه طبيب الأطباء وهو القادر أنه هو فعلا آه يشفي كل جرح داخلي احنا نكون بنعاني منه دكتور حضرتك بتشوف ان في نتائج لحدوث التوتر النفسي الناتج عن الصدمات على الشخص نفسه وعلى المحيطين به من الحاجات اللي, اللي بتلاحظ قوي والابحاث اللي بينتها قوي ان الاشخاص اللي بيصابوا بالتوتر النفسي نتيجه الصدمات بيبقى عندهم اعراض جسديه كثيره آه ويكون آه وبيأثر على قدرتهم على العمل آه لدرجه ان هو آه التوتر النفسي بتاع الصدمات بيعتبر من آه سبب من من الاسباب العشره الـ 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 الاولى اللي بتؤدي الى ديسابيلتي، وتؤدي الى فقدان القدره على العمل أه الحاجه الواضحه كمان ان هو أه أه لما عملوا ابحاث على أه ايه مدى سنين العمر اللي بتفقد نتيجه أه نتيجه أه التوتر النفسي اللي بيصاب بيه الناس أه في امريكا يعني هو في دراسه اتعملت في في أه 2006 بينت ان حوالي أه 260 الف سنه بتضيع من حياه الناس نتيجه في, في, في سنه 2006 نتيجه التوتر النفسي يعني فقدوا يعني اللي ممكن يتعمل بما يماثل 260 الف سنه. في دراسه اتعملت على مستوى العالم في سنه 2004 بينت ان هو حوالي 3.5 مليون سنه فقدت فقدت من عمر الناس اللي تعرضوا للتوتر النفسي الشديد. ففي تاثير على قدرتهم على العمل، تاثير على صحتهم صحتهم الجسديه وبيزوروا الاميرجنسي رومز وغرف الطوارئ بصوره وبنسبه اعلى من اللي هم لم يتعرضوا للصدمات النفسيه الى جانب كده هو تاثير طبعا شديد جدا على علاقتهم مع اللي حواليهم الشخص اللي هو بنسمع كتير عن الفيترنز او اللي هم بيرجعوا من الحروب المختلفه وازاي بيبقوا في يعني علاقتهم الزواجيه بتختلف تماما لانه آه بيبقى في عدم ثقه بيبقى في آه انعزاليه بيبقى في آه آه حس ان هو يعني آه اتغير كتير و الى جانب ان هو لما بيفتكر الحاجات اللي حصلت بيبتدي ينفعل بطريقه زياده بتسبب فعلا خوف في آه نفس الشخص آه اللي بيعيش معاه فطبعا بتؤدي الى آه الى آه كثير من الزواجات آه آه الزيجات هنا هو اه 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 اتكسرت و و و و انتهت اه بطلاق نتيجة اه نتيجة هذا الأمر ممكن يكون مش بس مقيم معايا في البيت لكن مثلا شريك حياتي كده النهارده انا دوري ايه عشان اساعده بقى كطرف بعيد أنا يعني بشوفه زي ما حضرتك قلت ربما لعدم التفاهم والتفاهم اللي هيبقى بين الشخص ما بين شريكه ممكن بتنتهي العلاقة طب خلينا نقول حاجة تاني السليم بقى دوره ايه يعمل ايه النهاردة مع الشخص اللي مصاب بالتوتر طبعا بيبقى صعب قوي على الشخص اللي هو آه 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 بيعيش مع شخص أصاب بصدمة شديدة الاب اللي اللي, اللي 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 بنته تعرضت لاغتصاب وازاي يتعامل معاها آآ آآ الزوجه اللي جوزها تعرض لمثلا صدمه شديده في الشغل مثلا او اهانه شديده في الشغل وبدل ما يشارك معاها اللي جواه او يعني يفتح قلبه ليها بيقفل على نفسه أه الأبناء اللي بيشوفوا الأب اللي راجع من الـ من الـ مثلاً أه أه مساعدة الناس مثلاً وقت الكوارث وبعد ما شاف أمور صعبة جداً مثلاً أه أه إزاي مش قادر إن هو يعني أه يكون قريب منهم زي ما, ما كان في الأول أه صعب جداً طبعاً على على على, على, على بقية أفراد العائلة لكن طبعاً بيحتاج يحتاج إن هم يكونوا يعني أه صبورين مع هذا الشخص يحتاجوا ان هم يدلوا وأنهم يكونوا مساعدين ان هم يسمعوا اللي هو ممكن يشارك بيه حتى لو كان صعب حتى لو كان مؤلم لكن محتاجين طبعا ان هم لو هو مش قادر يطلب مساعده ان هم يطلبوا له مساعده علشان يقدر يتحرك من الدائره اللي مغلق فيها الى ان هو يقدر يقدر يقبل مساعده وان هو يقدر يتحرر من التوتر الشديد اللي هو بيمر بيه. اوقات كتير وقوفهم مع الشخص وبدل ما هم يبعدوا عنه ان هم يستمروا في التعبير عن محبتهم للمحبة المحبه الغير مشروطه ده بيساعد الشخص ان هو يقبل نفسه ويقبل انه ممكن يكون في امل لي وانه ممكن يخف من الحاله اللي هو فيها دكتور ازاي المجتمع بيقبله ازاي الكنيسه بتقبله يعني حضرتك ذكرت عده مواقف ازاي نقبل الشخص اللي اللي معايا ازاي يتعامل الاب مع بنته اللي اختصبت ازاي تتعامل الزوجه مع الزوج اللي بيمر بالظروف دي ازاي المجتمع يحتوي الاشخاص اللي زي كده وانجاز التعبير ازاي المجتمع بتاعي هو الكنيسه بتاعتي ايه دورها في ظروف زي كده آه طبعا العائله والكنيسه تحتاج فعلا هي تحتضن هذا الشخص تحتاج ان هي يعني تعبر له عن المحبه بصوره عمليه مش مجرد انه بالكلام لكن فعلا تظهر له اهتمام حتى لو هو بيتجنب الناس انه طبعا يو كان جيف هيم سبيس وتديله يعني زي مساحه علشان يتعامل مع مشاعره لكن في نفس الوقت الاستمراريه في اظهار الاهتمام بيه واظهار المحبه دي مهمه جدا الشخص بيشعر ان هو مش زي التانيين أن هو مختلف عنهم، أنه التجربة اللي مر بيها أو التجربة اللي مر بيها غيرته وما بقاش لي يعني آآ آآ ما يستحقش الاهتمام، ما يستحقش أن هو الناس تديله قيمة عشان كده يحتاج أن هو الناس اللي حواليه يأكدوا له أن هو قيمته ما اتغيرتش أن يعني الصدمة اللي حصلت دي مش غيرته هو كإنسان لكن صح كان ليها تأثير عليه لكن قيمته ما تغيرتش محبتهم ليه ما تغيرتش ان هو والحاجه اللي تساعدنا احنا حوالين هذا الشخص هو الله بينظر ليه ازاي هو في نظر شخص في نظر المسيح الله بينظر ليه ازاي هل هو بيحتضنه بكل جراحه وبيقبله ولا بيرفضه لو فكرنا وإحنا عارفين إن هو الله مش مش بيرفض أي شخص طبعًا لكن هو بالذات في حالة ألم في حالة جروح بالذات لو شخص بيأتي إلى الله وحتى لو مش بيأتي إلى الله، الله بيرغب إن هذا الشخص يأتي إليه علشان يحتضنه وعشان يضمد جراحه. مثال كده هو مثال السامري الصالح لو, لو 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 نفتكر قصة السامري الصالح إزاي إن هو كان في شخص نازل من 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 يهوذا إلى 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 إلى, 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 إلى كورة. بعيدة وفي وف الطريق ازاي ان هو اعتدي عليه لكن لكن آآ آآ الشخص آآ الكاهن ما رضاش رب منه لأنه هو من جنس مختلف سامري صالح آآ سامري آآ آآ مش, مش, مش 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 يهودي شخص من الفارسيين او الكتبه شافه برضو بعد عنه لكن جه واحد ليس ليس من جنسه واهتم بيه. ده شيء غير عادي ان هو قد ايه انا متاكد ان المحبه اللي اظهرها سمير الصالح لهذا الشخص أه أه ازاي ازاي دي في حد ذاتها كان ليها تاثير شافي عليه بالرغم من كل اللي تعرض له من اللي حواليه. يبقى اذا يعني يجب ان يكون في اهتمام شخصي من المحيطين بالبيت من المجتمع من الكنيسة ماذا عن الطب يا دكتور؟ ماذا يقدم الطب للشخص المصاب بالتوتر النفسي؟ العلاقة المعالج النفسي بالشخص اللي هو مصاب بالتوتر النفسي طبعا لو لو لو, لو هو بيبتدي يتعلم ازاي يثق في المعالج النفسي و يحس أنه هو مقبول وانه بيقدر يشارك كل اللي في داخله من غير ما يحكم عليه من غير ما شخص يدينه على على اللي حصل في حياته دي بيبقى ليها تاثير شافي غير عادي الى جانب انه ما يقدمه المعالج النفسي من وسائل تساعد الشخص أنه هو يشوف تجربته وخبرته بطريقه مختلفه يفهمها بطريقه مختلفه ازاي يتعامل مع مشاعره اللي نتجت عن هذه التجربه بطريقه صحيه مش بطريقه غير صحيه. لو في دواء بيقدم لي في كتير يعني ادويه من اللي بتستخدم لعلاج القلق بصفه عامه برضه بتستخدم في علاج التوتر النفسي الشديد زي بروزاك زي الزولوفت زي سيتالوبرام دي كلها ممكن تكون بتستخدم Uh, لمساعده الشخص على التعامل مع ال ال القلق الشديد او الاكتئاب اللي, اللي بيشعر به. بي. Uh, بيستخدم كمان دواء ثاني uh, هو بيستخدم في علاج الضغط العالي اسمه برازوسين وده تاثيره انه هو بي بي بيقلل نسبه الادرينالين اللي هي بتفرز في ال في ال في الاطراف ال 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 العصبيه uh, وبالتالي ميل الشخص ان هو يبقى عنده حساسيه زياده ممكن يكون يهدى ويقل بهذا الدواء وده بيساعده ان هو ما يبقاش دايما على زي مستني حاجه تلمسه او مستني حاجه تخده او مستني حاجه تحصل له لكن لكن بيهدى ويتعلم كمان ازاي يستخدم بعض الطرق ال الريلاكسيشن علشان يتعامل مع الامور اللي ممكن تثير الذكريات للحدث اللي حصل واللي سبب له كل هذه الازمه. دكتور كطبيب نفسي ازاي بتشوف وكيف ترى نظره الشخص او المريض او كشرقيين لزياره المريض او شعوره بالاحتياج الضروري الضروري لزياره عياده الطبيب النفسي. ايه رايك آه طبعا احنا ما زال في الـ 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 الفكره الـ المشوهه عن آه انه شخص هيزور طبيب نفسي ده يبقى فعلا شخص مجنون او شخص يعني آه آه فقد عقله وبينظر لي بنظره سلبيه جدا لكن آه آه انا آه بامل وبتعشم ان هو مع التطور الغير عادي في مش بس في العلم لكن في قدره الناس على الحصول على المعرفه مع التكنولوجيا والانترنت اللي هي كانت زي ما هي كانت عنصر رئيسي في الثوره اللي حصلت في مصر مؤخرا لكن تكون فعلا تكون الناس من خلال الانترنت بتحصل على كم غير عادي من المعلومات عن الامراض النفسيه وعن ازاي انه المرض نفسي زيه زي مرض آآ جسدي ان مرض الاكتئاب لا يختلف كثير عن عن مرض الـ الـ السكر حتى انه مش بس كده هو لكن كمان فعاليه الادويه بتاعه الاكتئاب ممكن تكون اكثر من فعاليه الادويه اللي بتستخدم لعلاج الضغط وعلاج الـ 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 السكر ف يعني طبعا مع برامج زي دي والحديث عن عن الامراض المختلفه انا بتعشم انه الناس تدرك اكثر انه ما فيش عيب ان الشخص يكون عنده توتر نفسي ما فيش عيب زي ما هو ما فيش عيب انه اه يروح للدكتور بتاعه علشان يظبط له اه السكر في الدم او اه يظبط له الضغط او يظبط له الكوليسترول او اه اه يتاكد ان قلبه بي بي اه بيشتغل كويس ان هو برضه يروح ويطلب يعني مساعده او علاج حتى انه نفسه كمان تكون سويه مش بس كمان مش بس جسد دكتور هل بترى انه العلاج الدوائي ليه نتائج ونتائج ايجابيه وملحوظه؟ العلاج العلاج الدوائي ليه يعني في في امراض نفسيه كثيره بيبقى ليه تاثير غير عادي في هو يعيد للشخص القدره على التفكير بصوره سويه يظبط له مزاجه يخرجه من حاله اكتئاب شديده يخليه بدل ما هو بيعيش في في جو مليان بالتهيؤات او الحاجات الغير واقعيه ان هو يكون قادر يفكر بطريقه واقعيه اذا كان عنده قلق شديد أنه هو يكون عنده هدوء ويقدر يتعامل مع الامور بس دايما انا بشجع انه استخدام الدواء مع مع العلاج النفسي أوقات كتير ممكن يكون نبتدي بالاتنين مع بعض لكن بالذات لو حد بيصاب باكتئاب لأول مرة انه ممكن تدريجيا ممكن ما يحتاجش الدواء بعد كده هو لكن لو اتكرر الاكتئاب مرة تانية ده بيكون بيبين هو الشخص يحتاج ان هو يستمر على الدواء لمدة طويلة فيما بعد لكن زي ما الشخص المصاب بال بالسكر او الضغط بيحتاج ان هو ياخد ادويه باستمرار علشان ما عندوش انسولين كفايه فمحتاج انه مساعده ان هو للدواء أنه هو يظبط نسبه السكر في الدم. كمان في الامراض النفسيه بيبقى في اختلال في كتير من المواد الكيميائيه اللي موجوده في في المخ وفي الجهاز العصبي وفي الدم. وانه الادويه دي بتساعد على تظبيط نسبه هذه المواد الكيماويه سواء السيروتونين او النوريبنفرين او الدوبامين او غيرهم انه الادويه دي فعلا بيبقى ليها تاثير آآ فعال آآ وبيساعد. طبعا فوق كل الادويه الاله اللي هو خلق كل الاشياء وخلقنا وهو آآ آآ يقدر آآ بطريقه معجزيه كمان يشفينا زي, زي ما بيستخدم كمان الاطباء ويستخدم الاخصائيين النفسيين والادويه هو قادر ان يشفي زي ما شاف الكثيرين قبل كده هو. امين يا دكتور لكن يا دكتور بيبقى سؤال يعني فعلا انا عارفه انه بيدور في اذهان ناس كتير ومن تخوفات طبعا اسئله وتخوفات يا ترى للعلاج الدوائي للامراض النفسيه مضاعفات؟ مفيش فيش دواء مالهوش اعراض جانبيه آه وفي آه الادويه مثلا اللي هي بتستخدم في علاج التوتر النفسي آه بعدها آه آه حاليا في تحذير على كل الادويه اللي هي ضد الاكتئاب وبرضه بتستخدم في حالات التوتر النفسي آه انه في نسبه صغيره من الناس ممكن تكون بتزيد عن عندهم حاله التوتر او ممكن تكون بيبقى عندهم آه افكار او رغبات في ان هم مثلا يموتوا او ينتحروا نسبه صغيره مثلا في الـ في الـ لما لما شافوها في دراسه عملت وسط المراهقين والاطفال حوالي 2 2 او 3% من الكل اللي هم اعطوا ادويه للاكتئاب او للقلق حصل حصل فعلا عندهم زياده في افكار في الموت او الرغبه في ايذاء نفسهم لكن 97% لم لم يحدث هذا عشان كده بنلاقي في كتير من الادويه فيها زي بنسميها بلاك بوكس وارنينج الليبلز اللي بتبقى او الورقه اللي بتيجي مع علبه الدواء بيبقى في تحذير حتى ان هو الشخص اللي بياخد الدواء ياخد باله ان هو لو حصل اي من الاعراض دي ان هو يوقف الدواء ويكلم الدكتور بتاعه على طول. هل هناك يا دكتور علاج سلوكي وايه هو العلاج السلوكي؟ بنسمع انه جنب العلاج الدوائي في علاج نفسي وعلاج سلوكي. ايه العلاج السلوكي؟ العلاج السلوكي هو نوع من الـ من الـ من, الـ من الـ العلاجات النفسيه اللي بتقدم uh, والعلاج السلوكي اللي هو بنسميه بهيفيرو ثيرابي هو uh, uh, او ال cognitive behavior اللي هو العلاج الذهني السلوكي uh, مبني على اساس انه uh, اذهانا الطريقه اللي احنا بنفكر بيها بتاثر على مشاعرنا وبالتالي او المود بتاعتنا وبالتالي بتاثر على ازاي بنتصرف وازاي بنتفاعل مع الامور اللي حوالينا. وانه لو مثلا مريت في تجربه صعبه زي مثلا الصدمه لو انا بساعد الشخص ان هو يفكر في الصدمه دي بطريقه مختلفه عن الطريقه السلبيه اللي بيفكر بيها ده هيساعده في تعديل مزاجه وبالتالي تعديل تصرفه في الامور اللي حواليه لكن هل في علاج نفسي متعدد هل في كورسات هل في طريقه تدريبيه هل ايه اشكال العلاج النفسي يا ريت حضرتك توصفها لنا في علاج نفسي بيبقى بنسميه مش عارف ترجمته ايه طيب بالعربي اسمه دايناميك سايكوثيرابي اللي هو العلاج اللي هو بيساعد الشخص ان هو يبحث في التجارب اللي مر بيها في الماضي والمشاعر المختلفه اللي ال 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 اختبرها ويحاول يفهم ازاي ممكن تكون اثرت على تلاؤمه وتكيفه مع الامور بعد كده هو وازاي بتاثر على علاقاته حاليا طبعا الشخص في 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 نوع تاني من العلاج النفسي اسمه اللي هو العلاج الانتر بيرسونال سايكوثيرابي او العلاج اللي هو بيركز على العلاقات بتاعت الشخص مع اللي حواليه وبيبتدي بالعلاقه ما بين الشخص والمعالج النفسي وازاي هو بيتفاعل مع الشخص ومنها من خلالها بيبتدي يساعد المعالج نفسه يساعد, يساعد أنه هو يفكر في هل بيتصرف بنفس الطريقه مع الناس اللي حواليه وليه؟ آه وازاي ممكن يغير طريقه تعامله معاهم. آه في آه في علاج من العلاجات النفسيه اللي بتستخدم بالذات مع اللي هم تعرضوا لصدمات شديده آه بيسموه آه اي آه ام ار هو عباره عن آه آه نوع من الـ الـ الحركات الـ او قياده الشخص ان هو آه يتابع حركات يد من 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 آه من جهه الى اخرى آه علشان بيعمل بتعمل زي سنسيتايزيشن او زياده حساسيه جانبي المخ المختلفين الايمن والايسر وده بيساعده ان هو آه يقدر يفتكر حاجات ما كانش فاكرها كويس بالنسبه للحادث الاليم اللي تعرض له ويساعد ان هو يتعامل مع المشاعر اللي بيختبرها لما بيفتكر هذه الامور بيسموه اي ام دي ار اور اي موفمنت therapy اند ثيرابي فدي دي بعض العلاجات النفسيه اللي هي بتستخدم طبعا كل نوع من العلاج بيبقى ليه زي أه اسلوب معين في أه توجيه الشخص أه حتى ان هو يقدر أه يصل في الاخر الى ريكفري أه او علاج أه وان هو يتغلب على المشاعر اللي هي مقيده أه والحاله اللي هو أه فيها عشان يقدر يمارس حياته من جديد اذا اتكلمنا يا دكتور ازاي المحيطين بالمريض بيساعدوه على مستوى العيله على مستوى المجتمع، على مستوى الكنيسه على مستوى الطب بيقدم له ايه؟ لكن النهارده لو انا بقى اعاني من المرض ده ازاي انا شخصيا اساعد نفسي؟ آه طبعا احنا آه اتكلمنا عن العلاجات المختلفه المتاحه وطبعا انا بشجع كل شخص بي, بي بيعاني من توتر نفسي شديد ان هو يطلب مساعده الاخصائيين لكن اخصائي الاخصائيين هو الهنا نعم ولو ممكن اشارك بعض الايات من مزمور 46 لان هو الاله اللي هو ممكن انه فعلا نلجا له قبل ما نلجا لاي حد تاني وهو مستنينا ان احنا نروح له ونرمي نفسنا عليه الايات في مزمور 46 ايات فعلا رائعه لو فعلا كلنا نفتكرها بالذات في الاوقات الصعبه جدا اوقات لما نتعرض لحوادث جامده ده هيساعدنا كتير بيقول الله لنا ملجا وقوه عونا في الضيقات وجد شديدا لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الارض ولو انقلبت الجبال الى قلب البحار تعج وتجيش مياهها تتزعزع الجبال بتموها نهر سواقيه تفرح مدينه الله مقدس مساكن العلي الله في وسطها فلن تتزعزع يعينها الله عند اقبال الصبح عجت الامم تزعزعت الممالك اعطى صوته ذابت الارض في وسط كل ده رب الجنود معنا ملجانا إله يعقوب هلموا انظروا أعمال الله كيف جعل خربا في الأرض مسكن الحروب إلى أقصى الأرض يكسر القوس ويقطع الرمح المركبات يحرقها بالنار كفوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم أتعالى في الأرض رب الجنود معنا ملجانا إله يعقوب أمين اقدر واقوى واحسن ملجأ ممكن نلجأ ليه مظبوط امين لكن نفسي دكتور طبعا قبل ما اسالك وانا عارفه عندك كتير انه كيف تتعامل كلمه الله مع التوتر النفسي نفسي اسال حضرتك يعني محتاجه اجابه فعلا تطمن الناس هل العلاج الدوائي بيستمر ولا ممكن انا بوصل عند حد اوقف العلاج وهل ليه نتائج ملحوظه وملموسه؟ حسب نوعيه المرض النفسي لو بنتكلم بس عن التوتر النفسي الشديد بيحتاج الشخص ان هو ياخد العلاج الدوائي مع العلاج النفسي اللي يساعده يتعامل مع كل المشاعر اللي اختبرها او اللي عنده ناحيه الصدمه اللي حصلت وتاثيرها على حياته وتاثيرها على علاقاته آه الدواء هيساعده ان هو يعني آه يواجه الصدمه اللي تعرض لها في نوع مخصص من العلاج بالذات لعلاج التوتر النفسي ديك الصدمات ان هو بيخلي بيقود الشخص آه ان هو يفتكر الحدث اللي حصل له وهو بيفتكر الحدث هيحس كانه هو عايش في نفس الحدث بس في نفس الوقت المعالج النفسي بيساعد ان هو يحس بالامان في هذا الوقت أن آه هي ممكن تكون مخيفه في الاول لكن تدريجيا مع ان الشخص يقدر يفتكر الحدث اكتر واكتر ويتكلم عنه اكتر واكتر بيحصل نوع من زي آه تقليل حساسيته للي حصل وبالتالي آه ما بيبقاش عنده الميل ان هو آه ينفعل بطريقه زايده عن اللزوم زي ما كان آه بيحصل معاه ويبتدي كمان ينظر للي حدث معاه بطريقه مختلفه وينظر الى نفسه كسرفايفر آه كواحد يعني آه عدى وسط النار وقادر يكمل المسيره آه بدل ما يعيش كانه ضحيه ما زال يعاني آه ف فده مهم جدا ان هو آآ آآ لما بنخليه الدواء بيساعد الشخص إن هو يقدر يمر في هذه المرحله انه يعني بيحصل نوع من الاكسبوجر طبعا مش 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 اكسبوجر في الواقع لنفس الخطر اللي تعرض له لا لكن اكسبوجر للذاكره او اكسبوجر مثلا للمكان اللي حصل فيه الحدث و و ومساعده الشخص زي التعامل مع المشاعر اللي بتثار داخله نتيجه تعرضه لنفس المكان او نفس او ما يفكروا بهذا الموقف. دكتور ازاي بتشوف أهمية التزامي كمريض بتعاطي الأدوية في مواعيدها؟ بزيارة عيادة الطبيب في مواعيدها؟ بتنفيذ التدريبات اللي بتطلب مني بحذافيرها؟ ازاي بتشوفي انه مهم قوي التجاوب بتاعي؟ وقد ايه بياخدني لخطوات واسعة ناحية الشفاء؟ آه آه لازم لازم الشخص يبص لها كانه مثلا الشخص آه مريض القلب اللي بيروح لدكتور القلب وبيحتاج ان هو يمشي على العلاج اللي هو الدكتور بيوصفه له بالظبط وان هو يمشي على الدايت بالظبط اللي هو الدكتور بيوصفها له ويا الا مش هيحصل تقدم بالعكس ممكن يحصل آه تاخر في حالته الشخص اللي هو فعلا بيعاني من توتر نفسي شديد بيحتاج ان هو يواظب على الجلسات بتاعت العلاج النفسي يواظب على اخذ الدواء بتاعه يوميا بحسب شهادة الطبيب لو بيدي المعالج النفسي تدريبات معينه للشخص يعملها في البيت ما بين الجلسات مهم قوي ان هو يقوم بيها عشان دي هتساعده ان هو يخف بطريقه اسرع و... وعلاجه يتقدم وبالتالي تدريجيا ما يحتاجش ياخد الدواء بعد كده. طيب يا دكتور اذا انا بلتزم وبروح وباخد الادويه ازاي كانسان اواجه الحاله اللي بمر بيها؟ ازاي اقبلها وازاي اقبل نفسي؟ لكن ازاي اكون عندي الاراده اني اواجهها؟ وايه الاساليب؟ وايه الحاجات اللي تساعدني انه يعني أقلل من توتري، هل في أمور غير الأدوية حيوية تقدر تنقلني وتساعدني في حاجة زي كده؟ آه الكثير من النصائح اللي بتقدم لل لل آه اللي عندهم توتر نفسي هو إزاي يتعلموا إزاي يعملوا ريلاكسيشن اكسرسايزز، آه التمرينات الجسدية في حد ذاتها ممكن تساعد الشخص على ان هو يشعر بالارتخاء ويشعر بالريلاكسيشن الشخص كن هو يحاول يستخدم الـ 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 وده طبعا بمساعده الطبيب المعالج النفسي حاجه بنسميها فيجواليزيشن هو يفكر ان هو في مكان احسن مكان يحب هو يكون فيه إذا كان على الشاطئ، إذا كان في الجبل، إذا كان في مكان جميل في 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 حديقة مليئة بالزهور والعصافير عمالة في الوقت اللي هو بيحس فيه بالقلق يحاول إن هو ياخد ذهنه في في هذا المكان ويبتدي يعمل زي breathing exercises تمرينات للتنفس العميق وريلاكسيشن كل الحاجات دي ممكن تساعد الشخص بجانب العلاج النفسي في حد ذاته طبعا آه فوق كل دواء وقبل كل دواء انه اني آه إن اوجه الشخص انه هو يبقى علاقه مع الله انه آه اذا 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 لم تكن قد اختبرت آه الله ازاي آه ازاي إز 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 إنت, انت تطلب ان الله يدخل الى حياتك تطلب انه آه المسيح اللي هو دفع اغلى الثمن من اجلك آه كتاب يقولنا هو وبحبره شفينا ان كل الجروح اللي اتحملها المسيح على الصليب من اجلنا هو علشان احنا ما نستمرش في الالم احنا لما بنشعر بالالم نحن نجي نجيب المنا ونحطها عند اقدامه عند الصليب ونقول يا رب انت احنا بنحتاج انك انت اللي تيجي تشيل هذه الالم عننا محتاج انك انت اللي تيجي وتمد ايدك الشافيه وتشفينا ايه رايك دكتور لو انا مريض وقلت انا شاعر اني بتحسن انا شايف ان انا كويس وده رايي في نفسي انا شايف ان التوتر ليه اسباب انا معذور عشان بتوتر واختلق لنفسي بعض الاعذار اللي ربما تثني عزمي او يعني تبعدني عن الطريق الصح وهو العلاج انا مش يعني بتجنى على حد انا مش بخترع لا انا شاعر ان انا مش محتاج لعلاج واني انا بنفعل لاني في طرف تاني بيؤدي بيا للوصول للمرحله دي ايه رايك يا دكتور وده كتير بنسمعه لما بننصح حد بزياره العياده الامراض النفسيه بيقول يعني انا مش بعمل كده لاني عايز اعمل انا بعمل كده نتيجه انه في اطراف وفي ناس محاطين بيا بتدفعني لاني اكون عصبي او متوتر ازاي النهارده يعني تقول له خطوره التفكير ده عليه كمريض محتاج فعليا العلاج عليك آه عشان عشان يتنقل هذا الشخص من المرحله دي اللي هو بينظر ان هو مفيش حاجه يعني هو محتاج يغيرها لكن كل بيحصل دوا نتيجة اللي حواليه أنه لازم يكون مفتوح أنه هو يفكر طب هل أنا بس اللي شايف كده هو ولا اللي حواليا شايفين حاجة مختلفة طب إيه تأثير طريقة تفكيري دي عليا ولو استمريت أن أنا ما 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 اخدش مساعده ايه هيكون نتيجته عليا ونتيجته على اللي حواليا؟ فلو لو, لو اللي حواليا آه بيطلبوا مساعده وراحوا ياخدوا مساعده والامور ما اتغيرتش طب ده يقول لي ايه؟ ده آه يبين ايه؟ آه ودي دي مهمه الشخص اللي هو آه المعالج النفسي لو الشخص دوت آه او المرشد الروحي او الصديق او ال الأخ أو الأخت اللي بتهتم بهذا الشخص إن هما يحاولوا يخلوه يشوف إنه في جوانب تانية مش شايفها. طبعاً لو الشخص هو مصمم إنه مفيش حاجة غلط بالنسبة له وهو مش محتاج مساعدة مهما إن جبت له المية لحد عنده مش هيشرب. لكن نحتاج إن إحنا نصلي لهذا الشخص إن هو عينيه تتفتح وإن هو يشوف إنه فعلاً إنه إنه يحتاج إلى مساعدة. آه و... ومجرد ما هيشوف كده هو ويطلب مساعده هي... هيختبر ازاي ان الامور ممكن تتغير في حياته. ويقتنع انه آه يعني خلينا نكون واضحين اول خطوات الشفاء ان اعترف اني مريض مظبوط واحتاج لطبيب هي. واحتاج لعلاج مزبوط. وياتي العلاج الالهي ماذا تتعامل كلمه الله مع التوتر النفسي الناتج عن الصدمات؟ زي ما شاركنا انه في ايات كتير في يعني لكن في ايات كتير في الكتاب المقدس بت, بت, بت لنا وعود الله لنا وبتؤكد لنا ان هو حتى في وسط الظروف الصعبه حتى في وسط الاحداث اللي بتحصل في العالم حوالينا اذا كان الايكونومي او الاقتصاد مهزوز او بيهتز حوالينا وما فيش اي أمان في الأمور المادية، إذا كان في في الأمور أو الأوضاع السياسية ما فيهاش فيها أمان، إذا كان آه بنفكر طب ال اللي حصل ده في مصر ده شيء رائع، طب لكن إحنا كلنا بنتوقع فعلاً إن الأمور فعلاً آه تتغير بصورة غير عادية. إيه الحاجة اللي تدينا الأمان؟ هو كلمة الله. كلمة الله بتؤكد إن هو في هو بينظر لينا وبيعرف كل ما نمر بيه. ونحتاج ان احنا نضع ثقت ثقتنا الكامله فيه. كتاب بيقول ملقينا كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. بطرس لما كان مع التلاميذ في 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 السفينه وكان البحر هايج و بيشيل وبيحط في السفينه شاف المسيح جاي وهو بيسير على المياه. فكل التلاميذ شكوا هو ده المسيح ولا لا؟ فبطرس حب يتاكد هو دايما بطرس هو دايما المنتفع اللي فيهم فراح خاطب المسيح وقال ان كنت انت هو مرني ان اتي اليك فقال له تعالى وابتدى بطرس على اساس كلمه المسيح لي ودعوته ان هو يخرج من السفينه ويمشي على الميه مفيش حد ممكن يمشي على الميه لكن, لكن لان هو قبل هذه الدعوه من المسيح ابتدى يمشي على الميه لكن اول ما حط رجله على الميه وابتدى يمشي قال ايه ده؟ ما صدقش نفسه، ابتدى يشك ان هو انا همشي على الميه ازاي؟ طيب بص يبص يبص لرجليه وابتدى يختص تحت فالمسيح مد ايده وشده وقالوا لماذا شككت يا عديم يا قليل الايمان؟ نحتاج فعلا انه في وسط هذه الظروف ان احنا نضع ثقتنا في إلهنا الأمين اللي هو الساهر على كلمته ليجريها والساهر على وعوده ليجريها وأنا ممكن أشارك بعض الآيات اللي بتؤكد صده. وعود الله في في أربعة 54 بنقرأ هذه الآيات ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد أشيتي بالترنم أيتها التي لم تمخد لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل قال الرب أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك لا تمسكي أطيلي أطنابك وشددي أوتادك لأنك تمتدين إلى اليمين واليسار ويرث نسلك أمم أمما ويعمر مدنا خرب خربة لا تخافي لأنك لا تخزين ولا تخجلي لأنك لا تستحين فأنك تنسين خزي صباكي. كل شخص تعرض لحادث صعب، كل شخص متالم، كل شخص فقد اشياء في حياته، علاقات، فقد امور في حياته. الله بي 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 بيقول له هذه الكلمات. لا تخاف، لا تخافي لانك لانك لا تخزين ولا تخجلي لانك لا تستحين فانك تنسين خزي صباكي وعار ترملك لا تذكرينه بعد. لأن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب وكزوجة الصبا إذا رزلت قال إلهك لحائزة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة وبإحسان أبدي أرحمك قال وليك الرب أمين يا دكتور كلمات عميقة جميلة شافية أمين. آم يعني فعلا يا دكتور إذا يعني بدأنا أو انتهينا فالخلاصة أنه الله اللي بيعطينا الغلبة مش بس على الخطية ومش بس على الأمور الصعبة مش بس على تلال الضيق والمشغوليات والامور المره، لكن كمان على الامراض النفسيه، عشان كده يعني فعلا دكتور نفسي حضرتك يعني تتقدمنا في صلاه وتحطي فيها كل شخص النهارده تعبان، كل شخص حاسس بضيق وتوتر، كل شخص بيعاني من مرض نفسي ما، كل شخص مش قادر يصدق ان عنده رجاء وشفاء حقيقي في شخص المسيح، انه يجي النهارده ويقول له رب انا جاي لك بكل تعبي وكل المي وكل دي كل توتري وعندي ثقه انك انت الطبيب الشافي رب اديني التزام قدامك بعلاقه حيه بعدها بجني كل ما هو رائع من تسديد احتياج لكن كمان من شفاء تفضل يا دكتور يا لهنا الصالح بالنيابه عن كل شخص بيمر في ظروف صعبه او مر في ظروف صعبه يا رب بنيابة عن كل رجل عن كل امرأة عن كل شاب عن كل شابة عن كل طفل عن كل طفلة عن كل ابن عن كل ابنة أخ أخت أصيب بصدمة يا رب أو تعرض لأحداث فظيعة جدا في حياته يا رب بنيابة عن كل نفس يا رب متألمة ومجروحة يا رب أنا برفعها أمامك عند الصليب يا رب بسألك يا رب أنك أنت تسكب يا رب من محبتك الغير عادية. اذ ياتي امامك تاتي امامك كل نفس يا رب وتطلب فعلا لمسة شفاء من عندك انت يا رب. نسى يا رب انك انت انت تلمس كل نفس يا رب تلمس كل نفس متألمة الان يا رب الان في عبر الاثير يا رب وعبر الـ عبر الامواج البث يا رب احنا بنسأل بروحك القدوس لتلمس كل نفس بترفع قلبها يا رب نحوك قبلة. الان يا رب يا رب تلمس يا رب. لمسه شفاء يا رب يا تفتح يا القلب المغلق يا رب امين اللي بيطلبك الان وبيطلب انك انت تدخل اليه حتى يا رب ما تدخل انت يا رب لانك انت ان كنت تقرع يا رب لازم انك انت كل من يفتح الباب ان تدخل يا رب يا, يا رب وتغمر هذا القلب بحضورك بمحبتك يا رب بشفائك يا رب على حساب دم يسوع المسيح بنثق فيك يا رب وبنطلب شفائك في اسم يسوع امين 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 دكتور ماهر في وقت قليل قوي تحب تسيب ايه النهارده مع المشاهد؟ آه انا بس عايز افكر الكل إنه هو لو لو, لو ما افتكرتش اي حاجه من حلقه النهارده اسيب معاك الصوره دي المسيح كان بيذهب ويفتش عن كل شخص ضائع وهو بيترك زي ما الراعي الخراف يترك اللي هو عنده 100 خروف يترك 99 خروف على جانب ويذهب ويبحث ويفتش عن الخروف الضائع والتائه، آه الله بيفتش عنك وإن كنت حاسس بالتوهان والضيعان آه الله يريدك فعلا أن تأتي إليه وهو هيضمك ويحملك في منكبه أمين أمين يا دكتور مشكورة جدا عشان وقتك عشان محبتك علشان آه. كم التعليم الروحي والطبي اللي سردته قدامنا في هذه الحلقة احبائي من كل قلبي بشكركم وصلاتي ليكم ان يحفظكم الله ويرعاكم ويحميكم ويشفيكم والى لقاء قريب ومعا نحو عالم افضل